إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. سيدة المقشين، بإذن الله سبحانه وتعالى حضرتنا قلبت وحي كصاب سنتهي، كيف نقيم التوحيد في بيوتنا؟ سين التوحيد كوغوغنا قريه إن لحدود وحمدنا سويدينو، وما هي توحيد كائن لا نهاي سيدين قريه إن وغوغنا توحيد كوحين وغتشيرنا هدين وصاق وابنا ما دلت ودعت إليه كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد معناها تصيصي دات كنا يقول ريسو كلمة التوحيد لا إله إلا الله، معناها سواء أنه لا يستحق أحد العبادة إلا الله تبارك وتعالى، وفنينا العبادة حق لهين الله سبحانه وتعالى إن عبورين وياني قفنا سيدا سوكلا إن أن اللهين أبورك ملكك لها شاء عالم كان يعد بحج وكتبا يا مامولك الدنيا يا خربا يا رنتا سايتا يا رن إلهي سبحانه وتعالى أقارة توحيدك وواجبك ورئي سارا قفك مسلمك إن إلهي سبحانه وتعالى كليه وإلهي وكوك اللي يوحى إلهي ولقارك يا رب نماء معبود نماء مقعي يتلمى موحو إلهي إلا يلا نغش هذه قرآنك يا حديثك النبي عليه الصلاة والسلام مركو رسولك وديري معاذ بن جبل ودن كيمن إساقها الداعي داد كان خير كبرية وحوش هذه عدة ماشي وقود تقاية وحانو تلمى موحى وقوها الرئي وقو باقية فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله وحقوها الرئيات وقويها بها النقضة إلى أن يكليه وهي التوحيد كوا أساسك إيا أصلك أعماش عبا أدان التوحيد شرين لقا أقبل ما يقفك عمل كستاو السماعي ويوحو كسي في سيهاي شركي لشركي سعمل كالا أقبلين عمل كي وناك سناي كه الرئي وكدب أي من البرية سيد الله سبحانه وتعالى ويلي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين توحيدك ويحقوه إلى إله اللي عابده والشيء قوى الرئي إلى هاي نفري وأنا وحقوه إلى إله سبحانه وتعالى اللي عابده وأرنك أتشنّد الجلتان كذا مركب كواد بصابوة وقف أنا أهل التوحيد هايني وعقيدته أنا أصح صريني ولا إله إلا الله معناه إذا أن كصوب بحين ونحقيتيني تشنّد الجلمائي وعلم أنه لن يدخل الجنة إلى نفس المؤمنة إلهي بأي نشأ سبحانه وتعالى تشنّد إنه كم ممنوع وكم ممنوعي وكقادين أيوه عدة إلهي يقول الشريك إلي دمتها الدنيا كتها الشرك إلهي سبحانه وتعالى لقهر قيه
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وفكيره الشريك يا الله ربي سبحانه وتعالى وحيره إلى أي جنة وكما منوعي هو يجي سنوى نارته عيد النصرين يسوه قرقار يسوه هيرين يسمع لنتا يعيد شفاعة قادة ساتون مجرته هلاك يا خسارة يا رنكي سوى قدام بينيا توحيدكو سيا سوقي مبدأ يهي فضائشي سنما همدين سوكو بكرنو مركن الله نهي توحيدك السيدابين قريه ما وقوقنا قريه وحن وقتش هذا قوضاها ينو الدقن نهي إذاتكو هاي كواس تريهين ويهو لفتو ذا كوا إلهي سبحانه وتعالى ينوغ نعمي ربنا سبحانه وتعالى دومي إيسا وقوما نشاكتي هذه قريقة لقاء وقوة توحيدك كليين تيلاهي سبحانه وتعالى وددك قريقة شوغا يريا وين المقدان كو إلهي كحران وإلهي قرع عبودية بريايا قرمد ويديسانية مقنقلية قلوب توضا كحران توا آميسان إلهي وحو بحي عدو رستاي كرتاينان اتشيرين إلهي سبحانه وتعالى وحاو هايستانا عد بحين كرتاينان اتشيرين هذا ما حاسوه صوت الله بيا قريها كله كدي من بلشدة يا هذا جيسا بلشدة مركا هذا أكتر هذا جاسيا دويا دوبن أيو كفا فيا قريا قيمة بدر دويا دش هذا صامري سقري النبي محمد عليه الصلاة والسلام يا قريه الصحابة سي قيمة بدنا وأبو بكر يا عمر يا عثمان يا الريان واحد قريا سي كوا داعير قيمة كوي عشان وحيد مركة كواد با إلا قوة غي توحيدك وحق السلسي سلام هدبا توحيدك قريا وقوة كرنا حين قوة عاوين كرا نوفو وين كرا أن نقيم التوحيد في بيوتنا إن التوحيدك قريا نكوة قلنا أرنك كواد أرنك إن قوة عاوين أيا وأن نتعلم التوحيد وإن التوحيد كبرانو توحيد كنا معها من أدوكو ملفق لقدون أيو قرآنك كريم كابو كحسن يا يوسف البلال الله وشاقي نبي عليه الصلاة والسلام ومدهو شرحي علماء الإسلام ككتب قيمة لا يكا قرآن وقاركود مقع التوحيد يحن بارسيهين سيد كتاب التوحيد أو قرآن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي فيه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد توحيد كاسواب يلي حق إلهي الدماء وكله وفافايي فضلك التوحيد كوارمي سا الدماء توحيد كحقيقية صارت التوحيد كلوغو دمي دافع وكوارمي الشركي قيها الاسلمدي سيقف كنفتي سين وقبقبو إنك استو إيمانكي سي التوحيد كيس وحوك بدياي وحوشان عبادات أي توحيد كمتهاي إنيه اللو قوليه له سيدا بريادا magalgalka gowraca baarta wuxuu sheegay qodobo fara badan oo shirkiya sayilaha ciidan ahayn in la bariyo ilaahay subhanahu wa ta'ala ciidana in la tala saarto waxa kale uu sheegay waxyaabo fara badan oo sabab u ah dadku inay shirki ku dhacaan sida in xadkooda la dhaafiyo dadka saalixiinta kuwa dhintay iyo kuwa noolba oo la gaarsiiyo heer xaqii ilaahay subhanahu wa ta'ala iyaga loo leexiyo ويننتي إلى يقول مدنا إيجا حقو ذا الله للمه ولغل خلدمه سياسة كرة كتاب الأصول الثلاثة يسونا كتاب توحيدة القواعد الأربع هي كتب تلمدك كوا صالة قبران كرة توحيدك توحيدك إلا برطانة معها أرين سناء وواجب وان واجب كوا الرئي يقفك سارا إنو توحيدك برطو إلهي بأني صلى الله عليه محمد عليه الصلاة والسلام يقف كستوى مسلمة فعلم أنه لا إله إلا الله وحدقاتا وادبرتا وقوميا لتا لا إله إلا الله هذا لا إله إلا الله قفك وقوميا ومعنى هذا أفهمه وحي دينيسو يوحي دينيسو لا إله إلا الله شروط دي بحدو برتقفك لا إله إلا الله وحيابها بورية إيتشبية يقف كي مركو عرق كنا واقع مسلم كنا قضي إنو قالوا بس أبو نقضى
هذه قفكو وبرتو وحنقرا يا قف حقيقة توحيد كي برتاي لكن هدانو بران علمي التوحيد كو وكما قيح توحيد كو الله برتو فضل وين بو شاغي رسول كان عليه الصلاة والسلام وحن النبي عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة قفك دينتا سقوا قانون لا أقرن يا لا إله إلا الله كنا دا يقفك سو قلا أنت وحيد كقفك وبرتا وعباده أي نورن كرنوا عبادات كتوجوين بق ويا أصل كي دين تيسا يكيب بعدد صار كحد نيد أي قفك برانيا وحان الشيء كتير قفك عدو توحيد كبرتا وحكب بعدد خرافات ربضا ودد كبحدود بوحة ودك حتى نوشنا الدنيا كخربا وكبقية بقية أرججح مروجية ورور أن لا بحرين كتورة وحقق هذا يقفك برشاد التوحيد كقوة القلب إنه نقضي من قلب جيس وحق بدياي قف جيس يبو نقنية لأنه متعلق بالله إلى أبوك حري وحيا من سيء أن النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى واحترك إياه وحيا لابو بإلهي قعنتين يقول شرال وانا عدنا وحيا لكرين هدانو إلى أقرين عدنا وحبو طريق كرين هدانو إلهي سبحانه وتعالى لدونين قف نور كبقا مايو سيرهور فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين تين كبقا مايو إنسي كبقا مايو بنتي كبقا مايو مدير كبقي مايو مدوى إنك كبقي مايو إنما يخاف الله تبارك وتعالى بقاها نبتعى إلهي وقرى أيوهيا وحق إلهي بوسكيرية سياسو التوحيدك وقفك نرشيسا وهذا كنية توحيدك وإلا براء أبدك والله قبر باريو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس وإنا ديركيا وإنا يرى يا قاديد لصارا حق الدنباء يصارا رسولك عليه الصلاة والسلام سقو التوحيدك براء وحكور يا غلام إني أعلمك كلمات إن كان يروا كلمة قيمة لا ينكبرية كلمة سوى محي إذا سألت فاسأل الله هداد بري وتميس إله وقل بري مخلوق وحباء مود وإذا استعنت فاستعن بالله هداد كلمة دوني سنة إله وقل سبحانه وتعالى كلمة يسوى وحدو قاتا خلائق دور دمي هداد يسوي مادان سياه وحكو ترى وحبكو مطري كران إله وكو قرن هداد ما أنتو يسوي مادان ساي وحكو يا ليان وحانو الى هيكو قدرين كما يا لين كران ساسو رسولك عليه الصلاه والسلام توحيدك وبريي ابن عباس او الميرا انغنا رنتا سي فرين قال يا بين وحن بارسنتاي وودكينا اني كو تربيينا توحيدك يا الله سبحانه وتعالى كليينتيسا يا قلوبتود الى هنا كو خيرانتو سي بخاري وروي مركي هبو يريرو غيراريا أي كهب لأن هذا الخلدان والتوحيد كباوعي وحيالي وإلى هذا وفينا نبي يعلم ما في غد وحما بحجو غن نبي أقوح بالربع دونا رسولك عليه الصلاة والسلام يحر الدعي هذا هذا الكائس كالداء وقولي بالذي كنت تقولين قرار كاقي هرئيس كوضو لكن هذا الكاتوشي روادك قاركوت فإنه لا يعلم الغيب إلا الله وحما قنو لآن دعين إلهي مو يرعد كلام موجا ملائكته موجا تشنكو موجا إنسكو موجا من مول موجا من دنتين موجا شيخ عالمي موجا نبي موجا إسكناف عالمه قف كلام موجا قف دمر موجا قف رجيل موجا وصفه الله سبحانه وتعالى ولجاري هاي توحيد كمر كأوبت كإنسد الله بتربيه ذوي وايو انت يرير ان هدي كبر باران قلبي قودو كحر نميا كدبنا وايكو ايرانيا ومن شب على شيء شاب عليه قفك شيء كبر بارا سيدار انكو بديهي وايكو الرئيستا وحينواد عرب كوبات كينينا التوحيد كبر شديسة يبرستي سبا لانو هدان توحيد كيلا قرانا الا مؤوغي كرو لغو ما بغبي كرو dadka kalaana loogu ma yeeri karo oo loogu ma baaqi karo waxaan tooxidka ugu ogi karaa guriyeena inaynu xogeyno al-iman bil qada' wal qadar aaminitaanka ay raamisanahay
wax walba ilaahay subxaana wa tacaala horay inuu sii ogaa oo uu qoray, wuxuu ilaahay doono mooyaane wax kale inaanay dhac ahayn. shay walba ilaahay inuu abuuray dadka iyo waxa ay samaynayaanba qadarka inaan rumayno. qadarka in la rumeeyaa waa rukun ka mid a arkaanta iimaanka ee qofku ilaa laga helo aanu muslim noqon ahayn. waa ka rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku daray arkaanta iimaanka, wa an tuumina bilqadari khayri wa shari, inaad rumayso qadarka kiisa khayr kale iyo kiisa shar kale, ka kuu naasiba ee aad jeclaysato iyo ka ku xanuujiya ee naftaada ay dhibsatada, inuu xagga ilaahay subxaana wa tacaala uu ka yimi oo ilaahay subxaana wa tacaala xukunkiisa iyo ogaanshihiisa iyo qoristiisa uu ku dhacay. dad muslimiina bay maaweynu rumaysannahay alqadaa walqadar, laakiin iimaanku waa ziyaadaa, waa kordhaa ilaa uu gaadho samada, waanuu nuqsaamaa ilaa uu noqdo xabata khardal, midhaha nooca u yaryar mid leeg. labadaa qof waxay wadaagaan ee midna iimaankiisu ilaa samada uu gaadhay, midna iimaankiisu xabatu khardal uu leeg yahay, midhaha kuwa u yaryar waxay wadaagaan asalkii iimaanka ee gaalnimo lagaga baaqsanayay. walihaada waxaa la gudboon qofka muslimka inuu ku dadaalo kobcinta iimaankiisa. iimaankaynu rumaysannahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qadaray in adduunyada inuu ka dhacayo khayr iyo sharba isku darajo maaha, dadku isku kaalin kama taagna, inaynu xoogayno kor aynu u qaadno weeye. arrinta noocaasi waxay leedahay muuqaalo, oo qofku hadduu arrintaasi dhammaystiran rumaysanyo alqadaa walqadar, waxaa dhacaysa masaa'ibta faraha badan ee adduunyada dusheeda ka dhacaysaa qalbigiisa aada u raadayn mayso, qalbi xoog badan oo musiibadaasi culayskeeda iyo xanuunkeeda uu ku caabiyo ayuu qofkaasi yeelanaya. sidaasoo kale masaa'ibtu marka ay ku dhacdo inuu ilaahay u qadaray buu ogaanayaa, markaasuu sabrayaa, sabirkaana ilaahay subxaana wa tacaala ajar kaga doonaya, maadaama uu yaqiinsan yahay khayr iyo shar waxa dhacay, qadarka ilaahay inay ku dhacaan khayrka ilaahay uga mahadnaqayaa subxaana wa tacaala, sharkana kiisa aan dhicin ilaahay uu ka magangelaya. dhibaatada dhacdayna meel kale ula kici maaye, ilaahay buu subxaana wa tacaala weydiisanayaa inuu ka dulqaado, isagoo ku camal falaya qowlka ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi wan yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa hu wan yuridka bikhayrin falaa raada lifadli yusiibu bihi man yashaa. hadduu ilaahay dhibaato kuu qadaro cid kaa dulqaadi kartaa ma jirto, ilaahay unbaa kaa dulqaadi kara. hadduu ilaahay khayr kula doonana cid khayrka ilaahay kaa celin karta oo kaa hor istaagi kartaa ma jirto. alumuuru biyadi illaah almulku lilaah walkhalqu lilaah walxukmu waltadbiiru lilaahi subxaana wa tacaala rabbi alcaalamiin. qofku hadduu rumaysanyo alqadaa walqadar si dhammaystiran qanaacu yeelanaya, oo taasi waxay ka celinaysaa risqigii inuu u baadi doono si xaaraana oo waddo xaaraana uu maro, waayo wuxuu rumaysan yahay mar walba risqiga inta soo gaadhaysaa inay tahay inta ilaahay subxaana wa tacaala u qadaray, intaas ayuu waddo saxa u maraya. sida uu nabigu calayhi salaatu wasalaam ina ruuxa alqudus nafata fii rawcii ana nafsan lan tamuuta xataa tastakmila risqaha fataquu llaha waajmiluu fi ltalab. wuxuu ihi rasuulku malaku jibriil wuxuu ii waxyooday nafina dhiman mayso ilaa risqigeeda ay dhammaysato. arrintaasi ahayd ay ku dhalisay ilaa inaad ka baqataan oo risqiga aad si saxa u raadisaan. walaa yaxmilannakum istibtaau risqi an tatlubuu bimacaasi illah, yaana idinku kallifin raagsasho risqigii aad raagsateen inaad ku raadisaan macsiyo iyo si xaaraana. faina allaha laa yudraku maa cindahu ilaa bitaaati, ilaahay agtiisa waxa yaalla wax kale laguma helo, ilaahay in la adeeco subxaana wa tacaala oo loo hoggaansamo oo amarkiisa la qaata ayaa lagu helaa. sida ilaahay subxaana wa tacaala wa man yattaqi allaha yajcal lahu makhraja wayarzuqu min xayu laa yaxtasib, qofka ilaahay ka baqda ilaahay xaalad kastoo adagoo soo waajahda meel uga baxa ayuu yeelaya.
إلهينا سبحانه وتعالى وحكار زاقيا وكقودنيا ما الآن وكفي لنا هين أي رزق وقاي مريا إلهي الله ضيعه وإلهي لك اليهي ومعسية الله يسكي راريه أي رزق ونكسر وغيرا رزق وعليني بسيق رأي عليك هذه اللقوبة هذه الدوانة سيئة الإلهي وقري ومعسية قفك وارزاق وكل رادية إلهي بأيدي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قفك كتش يستدين تولاي كدغن كيدي باك كميدا حارانتا لغتا يا كميدا قفك كتش يستدين وحي لغا حارانتا ميسا ميو بليرا إلهي سبحانه وتعالى وحي لغا نرول أبك أيارو قلين دونا ونكو امتحان دونا توحيدك وحي رجوع بما قريونا إنه قلبنا كحو بينه التوكل على الله والاستعانة بالله تبارك وتعالى والله نعتمد على الأسباب إنه إله سبحانه وتعالى تلصارنه تلصارت كإله إلا تلصارتها وعبادة قيمة بدل العبادات كأسر رأي كمدة وحانا مرد كحو لنتا ينتقف كإيمان كسولي إله بينه على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين إلهي وقرة ثلاث صارتو اسكوها اللي وكوكا الصوان هذا وارميه نوديبتو ثلاث صارتا هداتين كوا مؤمنين وحلم ذا الاستعارة بالله إلهي نركال ما يسنه أحوى ارميه نودا هدات هاي عبادة صلاة داتو كريسو هدات ويسي سنسو هدات سوى قبل بحيسو هدات سوميسو هذا القرآن أخري سادات الله سبحانه وتعالى حسن سادات علم برانا يسو الرماغة الدوية دان سيدا سوكرة هذا وحبسة يسو هذا وحبير يسو وح الله عليها هذا حتى وحكرين يسو وإلي قلب الله يكسو بعضه إلهي كالمدي سلا أنت دون أن يحق من كريم وأن كوهر قلهين وكوهر دلاه حسن سبحانه وتعالى ودلاه كالموي ديسته عبادات قيمة بدوية توحيد مكتر جميسة إلى إبانا سبحانه وتعالى قيمة لكم وجهة سورة الفاتح وفقعت كستائل وآخرين سيلاهي سبحانه وتعالى ويري إياك نعبد وإياك نستعين وحتى لا وقفك مسلم كايو إلى إبانا وضوك برانك عابدين أضوك قرن وانك كالميسانين عبك لك كالميسانين وإن نسكير علينا الاعتماد على الأسباب إنه إسكو حلينه وإنه عسكنه سديدنه وإنه ككو صورانه أسبار تأدوينه سيوقفك حيب ديس إنه إسكو حلينه أما فرسنا ديس إيه حرف ديس أما حريف نما ديس أما عدك ربني آدم أما أبيقى قورتيسة قنعسي الباب كيدو آدم ياهي أما قولي ديس دير كيس ودير ياهي أما تارا بيوكور يكسي ياهي وحيابها سقفكو أسباب تكمديين هدو إلهي واحتر قلينا واحتر بيهشان هدانو إلهي واحتر قلينا واحتر مليه مشكلة وحي نقول إن سأل الله خالقها وحيابها لفتو ده أموري هدو واحتر قلينا واحتر أيالنا ياد هديك لنا واحتر أيالنا هين إنو قفكو إسكي الله وصابتا ساقورا وعسكبه وإيادهون وإسكوها الليه وإن قفك مسلم كاي ونقضه من قلبي سكو حرنت هاي عقيدة ببنا هاي كتهاي أنه لا حول الله ولا قوة إلا بالله أودنا أن الله هاي وحقوق أرصده إيو حالك أرنو كغور مدكرا وقور يدو إلى الله سبحانه وتعالى كالمي يمو يعني واتك أنتي تاسي إنه نبي عليه الصلاة والسلام صحابنا آدو قبي رجل إيو إنه فربديان قولك لا حول ولا قوة إلا بالله si kalmaysiga ilaahay kalmaysanayaan mid xoog badan u noqdo arrimaha adduunyada aanay isugu halayn nabiga kaleey salaatu wasalaam saxaabada arinta u dardaarmay waxa kamid ah abuu dhar wuxuu waa amaran aan ogtiro min qawli laa xawla walaa quwwata illaa billah rawaa ahmad nabigu wuxuu amar ugu siiyay inaan farabadiyo oraada laa xawla walaa quwwata illaa billah intaad maalintii aanay ka oran karta ka dhe وكلمة استعانة مركز تو كلمة ده اعتراضه إلى إبادة سبحانه وتعالى تلصارتي كلمة ده يديست رموس الأشعر السلاس وكلمة يري
رسولك يقول قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. أبو موسى وحط هذا لا حول ولا قوة إلا بالله وأنا كيد كمدة كيدتك جنبة هدير الله تعالى سبحانه وتعالى وكال ميسك إله أنه فربضنا وارمه أنه مركا أنه دور ومعنى أنه كوك عنه أنه حسوس أنه إله أنه من كمار مكرم البرخص يوين كيرتونا شكي كنتيرين إله سبحانه وتعالى رمائي نوفي وينيه وكرمه محمد عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا هداد إلهي سيدة بوطرة صار الله هيدين وحيدين أرزاق لها سيد الله أرزاق شمبرة شمبرة تبول كذلك بعد الصبح ويكالهبا ميرا يحكوك تاعي متيرتو لكنها تتوكل على الله إلهي بيطرة صارتها وحيصوع الرودان الرسول عليه الصلاة والسلام يدو بيركسنو عروش سوب بحستي هدي هذا أصبار ترائم الله هيدين والسيدة سكرادو بقاق الله هيدين وده صحاب مري الله هيدين لكن أتكهر الرئيسي الله هيدين تها إلى أن التلسارتان سيد بلاي التلسارتين سيدة يدو أرزاقه أي إلهي سبحانه وتعالى إذن كان يدين أرزاق لها ما رأى أباها كالميس إلهي حكم دا مركا يدباتوين كدعا وفكو عدة مركة كواد بره يقول يا رانا يقول المغضاء الله سبحانه وتعالى وفكو عدو التوحيد كقلب قيسة كتير حوض بغيها مر الله ليه مركة بناتة كدعبه حتى هدي قاديد كيسو وطرون ترابه إلى ابو حسوسان يا مركة وصاحب القاضية إلى ابو تلسارانا يا إلى ابو كالميسان يا لهذا ما رسول كوحي نباري وفكو مسلم كان قاديد سارا فرس أو ضمير أما قالوا بصارا إما لو تشيروا كتر انتراضا إنه إذا هذا بسم الله مركبا بلو فيرسو داد كينا إنفر أبداني حبيت تر انتراضا أما يبعي قادان أما يبعان با كلمات كايقوها اللان وكلمات أن تصينها إن حرير إلهي قفك الأولى اللي هي التوحيد كو قلبي سينو كحوك بدايا وكلمات تصينها الرماحن الدنيا يا أسباب تابون اللويين دمر كوحا بدنون إرادان هوغي تبعي يعني واهبار وكل مدحن مركي بباطب بعضه ملايك تؤمين بورنا ساقف قيلوا نفتي سحمان وقباق ماها وإن الله سبحانه وتعالى وبريه سيدا سوكلا وبدك مركي يحنو صدان بدك إن بدنا كمدي محسوستان الشافي الله سبحانه وتعالى شفاقه هيا ومركب إلهي ومبريان وقرآن كما أخريان وكما الطفان ومدعيان أرن كود وحي كبير آمان على عال كد من الأخطر كان حدين لسميان والأخطر كمركو الدواسو سيئة كالسوني بدر يا إبقاشو كالسوني بأسوه يكو قبان إلما ودعين يحطر الدولتو أرن تنا عاسي ومدك الترجمة إيسا غفل عن الله وعن توحيده والاستعانة به موقنا للموقن إلهي سبحانه وتعالى موقنا للموقن يأي التوحيد كي يكالميسي يواجب كهيد إلهي لكالميسته وإن إلهي قفك وبريه وإيو حنوك يكيني الله سبحانه وتعالى يا قادي كرا إلهي وقرا خلائق بابن هدين سنين مادان حنوك أديك يعبد كاكتونا إذن كمدو قادي كرا إلهي بابن أشيغي على لسان عبده ورسوله إبراهيم إنه يعي كليدي كشافي قفك حنو الصدى وإذا مرضت فهو يشفين مركا بكوضة إلهي سقايا كشافيه بحيو سنين كلا نبينا محمد حبيبنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام مركا يقف حنو الصدى كان يرقي عليه بالقرآن وبالأدعية النافعة انتهى ندوك لأورا أبن هرت مركا كواب وحكو أخرين تري رسولك عليه الصلاة والسلام قرآنك يدعوينك واحترك له إحنبار سوى إلهي إلهي وإلهي سبحانه وتعالى يبري إلهي لبري آيه يتلصارد إلهي سبحانه وتعالى تلصارنيه هدوحا نصوى قف قوسكي سكمني كان يرقي عليه بالمعوذتين وحكوته في تري قول عوذ برب الفلق يقول عوذ برب الناس
تاسار الرسول كقولس كيس واي كبرتين وعائشة رضي الله عنها وحا يتير النبي عليه الصلاة والسلام ركو حنو صدا وحا انكتو في جري القرآن مركا قعنتيسة ايان كتو في جري دواتنا تركيسة ايان قعنتيسة مرين جري مداما قعنت رسولك عليه الصلاة والسلام قعنت ضدك كلاني لمي دهين وبركة قارع اللي دهين ما انت ينقى وحي نقوي استعمال كدوينك لحرير كدخاتيرتا وحانا ينقوي راتي آمن سنانتين وآمن سنهي السيدة وقلبكين ويقول شرطو دوالة وقوية وقيمها بدنين تاي تيلاه وسودتي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين لا يمحون سودتي قرآنك وليس سودتي سوى شفاء حنونا ذا معنوي قيل الشركة يما عاصدها يكن تاي الدوكية حنونا ذا الشركة كلها حبناها مبنية قوة قرصونا قرآنك سوى سوكرة دوكية رحمة بوية قرآنك ذاتك من المؤمنين تا رجل الدمربا أرمت ما عسى من سنان تابو آد بي مغيرات ولهذا القرآن كي حتى مركا إلى آخر ما قف حنو سنان كتفنا رادك يولان شري وقت جيدتك يناكسن إلهي سنة ويقول حرم آنو ما انت آد اللهين ابن القيم رحمه الله كتاب كي سنان الجواب الكافي وحو كل المدسة مدى أيام شوق مغالية مكة مركز طوان حنو صدو سورة الفاتحة نسكو آخرين كريمون وسورة الفاتحة وقرأ وإمام محمد باش شاقين إتاي الشفاء هي الرقية صحابة مركة يكون أخرية منك قبيل كوت لنا إبهالك أقنين إبهالك الصمت له وحيد هذا كأنما نشط من عقال وحابد مونة سين بر الرقفوري مركبة وقعي قفكي مسك الدلاغة أما أبي صدع القنينت وحيد ذلك أي مادة حنو كعبرية سورة الفاتحة ينكت في جري مرنا بيان واخرين جري عشر عام بان قد جري عجائب بان كار كيبول حنو نفر بضان بو إلهي قشا فيه سيدا سوكالي ضدكي أنكو آخرين إلهي عافيمات بكسي أرمتا سمحي كبارات وسورة الفاتحة وقرأ إنه ما أنت ضدكو فاتحة وقرأ لقوة آخرين حتى يالي ما يال كيسونينا يكو قبين بايراتي وحورينا صدن كوقفكو أنه قد وإلا صدن كتسبة لقوة آخرية سورة الفاتحة وكالينا نوحبو ترهيب أي بطفر ربنا يا آمنين قفكي آخرين يا لفتيسة أي الله بكمل فقار سينهين ودعاد وحي كبير انتهي يا قرآن كقفك لقوة آخرين يا لابك قلبي وقفك روحو كبير قانصر لابك روحو قارع أود قانصر وعلك هي قار سيسو دعاد وحي قارسة أود قلبي يقفك دعائي أما قرآن كآخرين يا هلك مربع يقارسين سنو إلا يقول حرية سنو مكر صوية يقين تيزو سيطة ترى سارتك إلا ترى سارتك سبحانه وتعالى سنو قفك يا حرامتا يا معاصدة مركا الرماء نوعا سوى كراء إلا رياتو صاريان كبحيي وما انت آدو فربدل وحا كدوا إلا التوحيد كقرية نكو أغنو إما قو حوغيرينا ترى سارتك إلا ترى سارتك سبحانه وتعالى إيو ربي سبحانه وتعالى كالميسيقى أي كالميسانين وحي نقريانا التوحيد كيبوغي كرنا إلا نقريانا كربدك على الله مظاهر الشرك موقالة الشرك غابا إيا أسبارت الشرك أسبارت الشرك يوحا كمدا يو الدولين كيسا صورها يا كمدا ولهذا أمي محمد عليه الصلاة والسلام لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ملائكة سوغل ميسو قروا سوريال يقروا لأي توغة تورا نعم محمد قروا يسوى كالد دقالر ده صور لمركة عائشة كوحي باي ميل دروشة وقروا كمدا نبي قروا موسو قروا قروا دبوا قماغوغا استاقي إلا لغفوري صور كا وداها لقو قولي وقال بركما يوح لغا بغي موقعنا الشركي ويفر بغير إمانت قروا كتيرا وحاكم إذا الحلف بغير الله إلى العبادة هين إلا قدارته إن عبد الله قدارته أما هو يلا قدارته أما النبي قال قدارته أما مخلوق كلام الله قدارته دارته واحد عند أرسلته أي وين له وين عبد الله قدارته وين ترى واحد حقله الله خالق قرة ولهذا رسول كان يودي ذي قدارته إذا الله سبحانه وتعالى هين من كان حالفا ف
فليحلف بالله أو ليصمت قفك دارنا يا إلهي قرى كدارتو حديك لمن في سود بابنا حيسكا مصاب الرسول عليه الصلاة والسلام دارت إلهي لقد دارنا لفتنا وإن الله فربنا وإن فربنا أنت دارت لفربنا إيضا باي كنت إيضا أن كان حالو البلسك دارتا وحي كنت فضوليس لفضوليستو مدع إلهي سبحانه وتعالى وحانا صارتا مركب بمقف كورو دارتو إسوغو دور شيء ولهذا أنا رسولك عليه الصلاة والسلام مكدقي إن دارت لفربديو قارها انقفك مركو إيبين يمو يبسنيو إياكم وكثرة الحلف في البيع فإما ترفق ثم تمحق إسكيل علي دارت فراها الدوان مركب إيبين يسير ما يبسن يسان ودارت فراها الدواني قرابت ويسعد سيساء وددك باكوكا صوران وعاد يبسنيو لكن ويكبر إيمان يساوه بركة عليه ماشى كسارة وحان رسولك الشيخ أفر وكمل يهي قفك وحيبية أما يبسرية ما رشد بضم أفر تابع إلى سبحانه وتعالى وعروضه وإلى سبحانه وتعالى ومعضله دارت إلى سبحانه وتعالى عبان هين وقد دارتا سنبي من الشيخ ومع شركة كمدة ومن حلف بغير الله فقد شرك بالرسول قف كاستو كبارتا إلهي عدان هين قف كاس الشرك بسمي وحسنا سوكرة كم دم وقالة الشركة أي تهي قريه المعنى وكتر ترنو إلا من الله اعتقاده إلهي عدان هين غيب كين وقتاي وده تلطاي كده لطن الله تقو سحراله أما فالية أما إسلام فوحساء أرنت نوع عاصر ومد توحيد كجيد كيسا قنت كمرايس إلهي باي نوش يا وواصدق القائلين إساقا مو يانا عدك لإلهي وقين وحا مقام وح سماوة كو مقام يا وحبنك كو مقام تونا ولله غير السماوات والأرض إلهي باي وحا مقام السماء كو مقام أمدل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون وحترامي محمد ما يوقع عند السماء التوقتة عند دوك التوقتة غيب كم يوقع من أوجا ما لم تقيامه بعدانه إذا كان بنتي لصوص على دانه وصفة إلى أول الجاريين وحمل محمد بن عليه الصلاة والسلام إلا تغفى عليهش حتى يال رميسن وعش يقف كوتجا صدر رميسن أفرت المعلومات سلاد تكلم أكثر كابن كبابايو قف كرميستانا من أوحى مقال يغيب كان يرهين إنه نقول يقف دين تيمان محمد نقصه بطيئي ككفرية وكبعية وكبحي وقال لما يحوير حقه يروح الرعوي هذا سأكلهي أردت ما عاصة وحاصة ضعف التوحيد وفي يوم توحيد كأقوان اللهي أما قلبي سأل صفي عن توحيدك أقلب وحاصة بس أسوكرة ضعف الإيمان بالقضاء والقدر وحاصة وقفك من القروه قدرك ومخلوق قارسيسي مخلوق ما قارسيس لدرته وكبرته وحمقت أبيك همه وقفك لا همه تدكو بمبا كسرين حتى من يده وحوحي ويكوغ أبان موياني مي أغين وحمقت نبي عليه الصلاة والسلام صحابة وحكولة أوتقين فالياش تدبا وحكولة الرسول كرام مركة قاركو أي وحي أي شيئين سنة وشيئين أبعا رسولك حروا كلمة حقا وشهدين تصمد وقصوا حبين وكيرين شهدين تقول الشقيستان سحرانا فاليها يمد كستو الشيئين يوحى مقرين وقيح كدبنا اللي وركي لوي سؤالين لويدين وقل جواب موضا هيان وركوا إيمانيا شهدين تقول كيريان يكا لقصوا قيا آدو وكرا بدين بانا فربدا أي كدر عمو رسولك عليه الصلاة والسلام مركا كلمة دا حقا الشياطين توصوا حبيب السماء وكيران أي ضد فربداني أي كدق ميام نبي محمد يقولون أنهم ليسوا بالشيء وحبنا الموضة وحيهن ما ترتم وحكم إذا مقالة شركة التوحيد ككهر المرية أي تأجريا إلى قلب دقالمو إن بركة لقرى ديو حق إلى المولانعين أما لقد بركة استو وحي شريعات بركة كشيكتي وحانعين بركة يسير وخير حق إلى كيماده وشيء إلهي وقليه أيه قرأ
بركة دينات واجرتها علمك هو بركة دينات عبادته هو بركة دينات دعوة اللفتة وقفك إلى هو وفتي هو بركة دينات إلى هو قلي بركة دينات اللفتة هنا ساسو كروا واجرتها إلى هاي الشيء قلي عيون بانا له شيء قروا حلوغة بركة سن كراهن سيدي لوغة بركة قفك علمك على السيء لوغة بركة سن علمك لوغة برتو نصيح دي سيئة تلوكي سنة لقاته سيئة لوغة بركة سن كراه لبدا حرام وأنا أقول لكم أنا 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 أقول لكم بركه حق الى لك تنادى قف لما ودي سن كرو ما ورن كرتيد شيخ قال غورغي سو بركه واخر هذا كنوعاس حتى دنو عقيده او مسيد ان يسغو بركه هيو هذا كلفتي ساخلده بركه يا بخيه الى سبحانه وتعالى شيخ لغه بركه سن كرا شيخ بركه لا نوغو شيخ وخي نوغو شيخ سيده لغه بركه سن يا سيده شريعه او تيلا لغه بركه است موقاله وحكمه التطير وحلو قام باسيسك إنه قفك باسيس تهدل ومقلي وهذا كان يكون مقلي يعملون بنات بعيس أما باسيس تو وحو عركي قف أما حيوان أما إنه باسيس تو وقت كمل وقت يبا سيدا بيش السفر وكلا براها الرجلها أربعة بيش ودن بيسا الرماع نوع عاسي وحي كمل هايين عقائد كي جاهلية دا. إسلام كوجنت كم راي حدد ده وسيري النبي يقول لا عدو ولا طيرة ما ترى واحد باص يستع واحد المود يقول كيري كيري كنا واحد يقول كدش يستجوبل إنه مخلوق الدنيا ما من كيري حكم الله واحترنا كيري كرام وحيلنا ما كيري كرام هذا أنا توقف إله ومر بقصة قراءة من تو إلى البلاية ما عيسو أنت نوعها سوى عقيدة حمى هذا يركض حيوان أما الشمبرة شمبر كمدة وأترى شمبر تروح شيء يسوي قف بمن يوم وعقيدة حمى هذه قال يقول قف بمن دوره 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 شمبر تمسكير الداعي سوى وقال كرتها أنت نوعها سوى يدوات بيوكرتها نبي محمد عليه الصلاة والسلام وهو يري دير إليه هاي قفك واحد عصيستا يك أنت واحد عصيستا ودك غاركود اي راده وحن بلايو كير يا مو اوغيهي اما دبا سوتو ارينكاسي او كدادعو لبدا ديرينو ان رسولك عليه الصلاه والسلام ورسولك شيخ قفك داسيسو او كعليو دنتي او لها قفكاس الشرك انو كدعي فقد قال فالشرك مول قف با ديرينو غورسدو بركاي سو غادين اربعاتي اما و هو غادين بيشو سفرتي اما بيرو رجلا بركاس او غوركي كايستاغي كاس الشرك انو كدعي رسولك عليه الصلاه والسلام أما الجديد دوني وكيستاني أما السفر كيبو كيستاني أو كهري هاوك قريب دوني إنو بستو وقت لبا سيستاني يدل يسو وكبه بمكاسو توجي وفكاس الشرك بكبه عمي رسولك عليه الصلاة والسلام ويوقف آميني إلهي عداني بلا تكيري كرتو أما بلا تسوس عطا إلي وقتاي الرماس يكو وكرو فربان ودودك بحلو ركبعا وعلى مدى الشرك يا خلق التوحيد ككثرة وحياتي من جوا جريء من كسر فينا جريء من ما نقولان جريء عالم كالتوحيد ككتاعي عي وإلى الجوك اللي يودك تشوجا قلوبته إلى كحرام طاي سبحانه وتعالى حليل حوجنا إلى الله طاي ومخلوقات كريمة لعنها سمد انتي من مرتانا أنا كور وريجن نفناني كدين إلى من وديسنا سبحانه وتعالى إلى طاين وافتيا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتسليما كثيرا.